السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طيب في مشاكل لغايه دلوقتي؟ طيب كده انت دلوقتي الصوره اللي قدامك دي الفرن اللي موجود عند سيادتك افقي ولا مايل؟ المايل. الجرافيتي لود اللي هو حامل الديد لود مش نازل راس الاسفل كده؟ طب هو مش القيمه بتاعت الفرن دي ليها محور اكس وليها محور واي؟ كده مظبوط. قالك انت دلوقتي لما بتخش بتجيب من الجدول بتلاقي البيرلين عندك مايله ولا افقيه؟ افقيه صح؟ يبقى انت محتاج كل المحاور بتاعتك او كل الاحمال بتاعتك تكون على محاور مين؟ الاكس والواي بتوع البيرلين. فانت لازم تحول الحمل بتاعك الى حمل في اتجاه واي وحمل في اتجاه مين؟ اكس. طيب الزاويه بتاعت ميل السطح دي اسمها الالفا صح؟ لو جيت شفتها مره بالتناظر وتشابه اللي هو شبه القيمه دي تشابه اللي هو سوري التقابل بالراس هتلاقي ان الزاويه دي عندك دايما هي اللي بتساوي الالفا. الزاويه دي دايما اللي هي في اتجاه مين؟ الواي. اتجاه الواي عندك بتساوي هو اللي فيه الالفا. يبقى اذا لو انا عايز اجيب الاحمال بتاعتي في اتجاه اكس وفي اتجاه واي لو قلت ان انا عايز اجيب الدبليو ديد بس اللي في الاتجاه الاكس عباره عن ايه؟ مش عبارة عن دبليو ديد بس في ايه؟ ساين الزاوية؟ واللي في اتجاه واي هيبقى كوزاين. في مشكلة في الكلام ده؟ تقدر من هنا ساين وكوزاين تطلع الرقم بتاع الدبليو ديد في اتجاه اكس والدبليو ديد في الاتجاه واي. طيب تعال نشوف الرقم بتاعنا بكام؟ قال لك الدبليو ديد في اتجاه اكس طالع معايا ب 0.01 طن على المتر الكوبي وده ب 0.109 طن على المتر الكوبي. كده انت عملت ايه؟ خلصت الديد لود صح؟ خش على الخطوه اللي بعدها اللي هي خطوه مين؟ اللايف لود. اشهر قانون عندك اللي انت دايما بتستخدمه في القيم بتاعت اللايف لود اللي هو كالتالي اللي هو 60 ناقص 66 و 6.7 تنمين الف. 60 ناقص 66.67 ده رقم ثابت معاك يعني ده قانون ثابت انت هتحفظه على طول. تعوض في الالف اللي هي ميل الزاويه بتاعتك اللي هو كام؟ 5.71 من هنا تقدر تطلع الرقم اللي بيطلع من هنا بتاع اللايف لود بالكيلو جرام على المتر المربع هيطلع معاك 53.2. اللايف لود ده حمل على المتر الطولي ولا على المربع؟ كل الاحمال اللي جايه على البيرل لازم تبقى من حمل موزع على المتر ايه؟ الطول. يبقى لازم هو كمان يتضرب في كام؟ في كام؟ في يبقى انت عندك 53.3 اللي هو لما انت تيجي تحولها من كيلو جرام الى طن لان احنا قلنا دايما الاحمال بالطن على 1000 اللي هي 0.053 0.053 في الايه مسافه التاثير لقيتنا معاك دبليو لايف لغايه كده. في اي مشكله؟ مش نفس الكلام الحمل بتاع اللايف لود مش ده جرافيتي لود لاسفل يبقى هو كمان محتاج ان هو يتحول لايه؟ ساين وكوزاين. قلنا مع بعض ان الاكس معاها مين؟ ساين والواي معاها كوزاين يبقى اذا الدبليو لايف في اتجاه محور اكس بيساوي الدبليو لايف اللي عندك دي اكس يبقى معاها ساين ودي واي يبقى معاها كوزاين. بالتعويض المباشر في الدبليو لايف اكس والدبليو لايف واي يطلع ده 0.01 طن على المتر الطولي ولتحت 0.05 طن على المتر. لغاية كده في ايه مشاكل؟ الأحمال اللي عندك هي الديد واللايف ومين؟ يبقى الخطوة اللي بعدها هي خطوة مين؟ الويند. بص كده الويند لود اللي عندك فاكر هراجع معاك الجزء بتاع اللود دلوقتي فاكر عندك لما كنت
باجي اقول لك ان انت لما كان بيبقى عندك اتراس بالصوره دي كنت بقول لك ان الحمل بتاع اللايف الويند لود جاي من الشمال الى اليمين، يعني جاي كده. فاكر العبارات اللي احنا سميناها مع نفسنا؟ قلنا ان احنا بنجيب حاجه اسمها السي تي، صح؟ السي ده اللي هو كان ايه؟ اتفقنا مع بعض ان اول سطح عمودي ومرئي السي تي بتاعته كام؟ 0.8 وموجب 0.8 واول سطح مايل ومرئي كام؟ 0.8 سالب 0.8 واي حاجه انا مش شايفها لان الويند هنا ده انا باصص كده سالب يبقى بكام؟ سالب اول سطح مائل اي سطح مائل مرئي بسالب 0.8 اي سطح مش مرئي سواء مائل او عمودي كام؟ بسالب نص. في مشكله في الكلام ده؟ طيب لما خلصنا الكلام ده ملخص من اللي انا عايز اقوله ايه؟ هي كلمة سالب دي معناها ان هو الاعلى طالع من الجوينت ولا داخل عليه؟ طالع، صح؟ يعني المفروض لما اجي اوقع مش احنا اتفقنا ان الويند لود ده عمودي على السطح مش راسي او لفوق او لتحت زي الجوينت، صح؟ فبالتالي هو انا القيمة دي لما اجي اوقعها هنا مش هتيجي في اتجاه مين؟ واي مباشرة، اتجاه واي مباشرة، صح؟ هو مش انت دلوقتي محلل الدبليو في اتجاه واي في اتجاه اكس؟ اه. لما هاجي اعمل الكومباينيشن مش انا بجمع جمع بالاشارات عادي اتجاهات، يعني اللي تحت موجب مثلا واللي فوق سالب، هل الويند لود دي لما اجمعها مع الديد واللايف تزود لي اللود ولا تنقصه؟ تنقصه، صح؟ هل انا محتاج ان حاجه تنقص اللود بتاعي ولا انا محتاج امان زياده او محتاج ان انا احط كريتيكال فايزين، صح؟ يبقى انا بالتالي الويند لود ده يقلل لي اللود محتاجه، يبقى انا هعمل ايه دايما في الويند لود؟ اهمله. الويند لود نجلكت الويند لود، ليه نجلكت الويند لود؟ تكتب له بين قوسين كده لان هو سكشن. سكشن يعني شد الاعلى. في مشاكل؟ يبقى انت كده خلصت خطوه الويند لود. مش بقى عندك ديت ولايف وويند؟ فاكر الدرس اللي عملناه بعد اللود اللي هو كان ايجاد القيم بتاعت اسمها اللود كومباينيشن اللي هم المعادلات بتاعنا؟ قال لك الخطوه بقى اللي هو التجميع اللي هو في الاخر هو الحمل بتاع البرنت جاي عليه ايه بقى؟ حاجه اسمها الكومباينيشن. قال لك بص هو مش الكومباينيشن دي عباره عن ست معادلات، كنا بنلغي المعادله الخامسه اللي هي كانت فيها الاس كويك، فبيبقى عندي كام معادله؟ 1 2 3 4 و6، صح؟ قال لك بص بدل ما تخش في المعادلات دي كلها هو الهدف ايه؟ انت عايز تحصل على اعلى معادله بتجمع لك الديد واللايف والويند مع بعض، لو مفيش ويند يبقى ديد مع لايف. لو جيت بصيت في الست معادلات دايما هتلاقي ان المعادله اللي بتكسب معاك هي المعادله اللي بتقول ان 1 و2 الديد زائد 1 و6 اللايف. دي المعادله اللي دايما هتلاقي فيها اعلى قيمه ديد مع اعلى قيمه لايف. فانت دايما بتخش ب 1 و2 الديد و1 و6 اللايف. يبقى اذا لو انا عايز احصل على الدبليو توتال مرة في اتجاه اكس ومرة في اتجاه واي، يبقى اجمع ايه مع ايه؟ اقول 1.2 من الدبليو ديت في اتجاه مين؟ اكس، زائد 1.6 من الدبليو لايف في اتجاه مين؟ بنفس الكلام في واي 1.2 في الديت بتاع واي، 1.6 في اللايف بتاع واي. قدرت ان انا اجيب الدبليو توتال في الاتجاه بتاع اكس فيطلع معايا بوينت 0.8 وده يطلع معايا بوينت 0.9 لغايه هنا. في اي مشاكل؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام. يبقى انت دلوقتي الخطوه الاولى بالنسبه لك اللي هي كالكوليت اللود قدرت تجيب منها الديب واللايف والويند، عملت فيه ايه؟ نجلكت. وفي الاخر عملت اللي هي الكومباينيشن اللي بتجمع 1.2 الديد مع 1.6 لايف في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. يبقى انت الخطوه الاولى بالنسبه لك تمام. الخطوه الثانيه ايجاد مين؟ المومنت والشير. قال لك بص خطوه رقم 2 ايجاد قيمه المومنت والشير. سؤال، هو انا عندي مومنت واحد وشير واحد ولا انا عندي مومنت في اتجاه اكس وفي اتجاه واي وذلك نفس الكلام في الشير؟ يبقى انا محتاج اجيب مين؟ الام في اتجاه محور اكس والام في اتجاه محور واي وزيهم مين؟
كيو. طيب هو دلوقتي هي البيرلين بتاعتك دي مش هي رابطه المين تراس او المين سيستم ده بالمين سيستم اللي وراه؟ يعني هي مستنده على اتنين مين سيستم؟ يعني هي تعتبر ده سبورت وده سبورت؟ يعني تعتبر سيمبلي سبورتد ولا لا؟ كاميرا سيمبلي سبورتد المسافه اللي بينها مش هي المسافه بين التراس واللي بعد اللي هي اسمها اس؟ هو في بدايه المساله في راس السؤال الاولاني بيقول لك ان الاس بتاعتك ب 5 متر. يبقى انا دلوقتي كان عندي كاميرا سيمبلي بيم عليها او طولها 5 متر وعليها حمل موزع القيمه بتاعت المومنت يبقى دبليو ال سكوير على 8 اللي هي الاس. تمام. طب لو انا جيت كتبت دبليو اس سكوير على 8 دي دبليو اس سكوير على 8 المفروض الدبليو دي تبقى معايا دبليو اكس ولا دبليو واي كذلك نفس القيمه دي. قبل ما تقول هي دبليو اكس ولا دبليو واي تعالى ارسم لك شكل البرلين وانت اللي بنفسك هتقول لي عليها انهي. ده محور اكس ده محور واي. يعني الاحمال اللي جايه في اتجاه محور اكس اتجاه محور اكس مش دي؟ لا هو شكل واي ده هو دبليو اكس ودي احمال بتاعت محور واي. قال لي بص هي الاحمال بتاعت محور واي دبليو واي تسبب لي مومنت حوالين محور مين؟ اكس اكس اللي هي ام اكس. يبقى انا عشان احسب الام اكس جايب احمالي من دبليو مين؟ يبقى دايما المومنت الاكس معاها انهي دبليو واي وبالتالي الواي معاها مين؟ وصل النقطة دي؟ يبقى انا دايما داخل الامتحان عارف ان انا عندي لو عايز اجيب المومنت بتاع اكس او الدبليو واي اس سكوير على 8 وكذلك الاكس او الواي مطلوب. خلاص يبقى انت عندك هنا طبعا ده التوتال. ها انت من اول ما بتجيب التوتال بترمي الباقي خالص مالكش دعوه بيه. طيب قال لك المومنت في اتجاه اكس بيطلع معاك 0.93 متر طن 0.087 متر طن. لما بتيجي على الشير الشير اتجاهه اللي بيحصل نتيجه اللي بيحصل معاه عادي. يعني الشير اللي بينزلك في اتجاه واي بينزل مع الواي والشير اللي بينزلك بتاع اكس بينزل في الايه في محور اكس. فهل بتاع اكس وواي في الشير مقلوبين ولا عادي؟ عادي. فانت عندك الكيو اكس بيساوي دبليو اكس في اس على 2 كده شير عادي ده دبليو واي في اس على 2 برضه. من هنا اطلع الشير في اتجاه اكس والشير في اتجاه واي لغايه هنا حتى عنده اي مشاكل الدنيا تمام. تعالى بقى نكمل. اتفضل. الحته الثانيه بتاعت الدبليو لو كان شغال على السيمبل سبورت لو كانت مكمله لا تدين دي انت اللي عليك حاجه اسمها السيمبل بيم بس مش الكونتينوس. الكونتينوس بيخش معاك تاثير النيجاتيف مومنت. السيمبل بيم بس اتفضل. لانه علشان يمنع تركم المطر اللي فوق عشان ما يحصلش صدمه. شمس ولا لسه على الدفا صحيح؟ نعم؟ نقسم على اثنين بس نقسم على ايه؟ كيو شيء نقسم على اثنين بس مش هو ايه سيمبل سبورت؟ بي اه بي. طيب الخطوه رقم ثلاثه اسمها ايه يا باشمهندسين؟ شوف اقرا كده شوز مين؟ كروس سيكشن. قبل ما تخش بالدفاع تحسب الكروس سيكشن اقرا السؤال الاول. تقرا مين؟ السؤال الاول. ديزاين البرلين فور انكلايند روف يوزنج مين؟ يو بي ان 140 ومديك الداتا بتاعته. هل انا كده اخش اختار قطاع؟ قطاع ماله؟ جبن صح؟ يبقى الخطوه دي بالنسبه لك القطاع بتاعك اصلا ماله؟ جبن. هو اصلا مديلك ان اليو بي ان بكام؟ ب 140 ومديك كل الداتا. طيب على جنب كده لو هو مش جبن لو هو مش جيفن بتقول له ان الدبس اللي هتخش تدور عليه بيساوي الاسبان على 60. الدبس بتاعك بيساوي الاسبان على 60. طبعا الاسبان اللي هو الاس اللي هو الخمس يعني كانها 500 على 60 بيطلع معاك رقم السنتي
500 مثلا على 60 فرضا طلعت 100 او 12.3 سم، بتحولها لملي اللي هي 123 ملي، وبتاخد ال 123 ملي دي بتخش في الجدول بتاع اليو بي ان، تشوف انت عندك يو بي ان كام، في يو بي ان 80، يو بي ان 100 140، اللي جنب اليو بي ان ده الطول اللي بالملي اللي هو الدبس بتاعك. يبقى انا بالنسبه لي لو انا عندي هنا يو بي ان 80، يو بي ان 100 120 140، انا عايز رقم اكبر من كام؟ 123. هو كام؟ 140. هو دي صح هندفع البلاوي ولا لو فيها كده؟ اي حاجه في الدنيا انت عايزها في الامتحان هي معاك. في مشاكل في الكلام ده؟ لغايه كده؟ باشمهندس، هو الشوتات مزوره كل حاجه. ايه؟ الشوتات ايه؟ فاضل خطوه دي اخر حاجه تشيكات، عشان كده تلاقي ان الخطوه بعد كروت تشوز ثرو سيكشن هي عباره عن ايه؟ تشيكات. خطوه رقم 4 اللي هي تشيك بتاع مين؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تتاكد ان المومنت. اتفضل. لا لا لا، هو بص بص بص، انا هقول لك على حاجه. هو مفيش غير احتمالين، يا اما يدي لك القطاع نفسه جاهز زي الحاله دي، يا اما يديك قطاع الجداول نفسه، جدول القطاعات، بحيث ان انت لما تطلع الرقم ده تبص الجدول القطاعات بكام وكام. انت فاهم اقصد ايه؟ يعني انت مش هتطلع قطاع مع نفسك تختار له انت بقى تجيب له انرشيا او ايه شايف عليه، بدل ما اخش من جدول الخطوه دي كلها يعني هستفاد ايه؟ شايف خطوه الشيكات بس هي بالظبط ولا ايه؟ المومنت اللي عندك انت عايز تتاكد ان الام التيميت او المومنت الاكشوال اقل من مين؟ من الالاوبل، صح؟ يبقى انت عايز تتاكد ان الاكشوال اقل من الالاوبل. قال لك بص، لو هو الرقم بيقول لي 0 ولا 0، لو ده ب 5 ده ب 10، 0 ولا 0؟ 0. لكن لو ده اللي ب 10 وده اللي ب 5 يبقى؟ 1. معنى كده ان انا لو جيت قسمت الاكشوال على الالاو هيطلع اكبر ولا اصغر من واحد؟ اصغر من واحد. اصغر من واحد. يعني انا ممكن اقول ان انا لو قسمت المومنت الاكشوال على المومنت الالاو المفروض عشان يكون سيف يبقى اقل من او يساوي كام؟ 1. يبقى ده اللي انا هعمله، هقول له ان المومنت الاكشوال على المومنت الالاو اللي اسمه فاي ام ان، المومنت ده عندي مومنت واحد ولا عندي اتنين؟ يبقى انا عندي مومنت في اتجاه اكس ومومنت مين؟ في اتجاه واي. مش الكلام ده كله لازم يكون اقل من او يساوي واحد؟ مش انت معاك المومنت الاكس والمومنت الواي؟ الالاول ده بكام؟ اللي كان بيسال ايه لازمه القطاع اللي مديهولي؟ شايف القيمه اللي اسمها الفاي ام ان بتاع محور اكس والاطلاع، قال لي ده اي الاول عندك بيساوي 0.85 في الاف يلد في الاس اكس، 0.85 في الاف يلد في الاس اكس. طب انا لو عايز الفاي بتاعه الام ان في اتجاه واي، يبقى الاختلاف الوحيد بدل ما هيبقى اس اكس هيبقى مين؟ اس واي. طيب هي قيمه الاس اكس وقيمه الاس واي هجيبهم منين؟ قال لك في الطبيعي كنت بتجيبهم من الجدول، بس هو هنا ماله؟ مدهم. لو جيت بصيت هتلاقي ان هو مدي لك حاجه اسمها الاس واي والاس زد. فاكرين لما جينا شرحنا البرن قلنا ان المحاور بتاعتنا احنا اكس واي، لكن في الجدول مالها؟ واي وزد. فكل اكس عندي هو ايه؟ وكل واي عندي. يبقى لازم عشان اجيب الاس اكس اللي هي اسمها ايه؟ الاس واي، اللي هي عندك بتسد 85.6 و
والاس واي اللي هي الاس زد اللي عندك اللي هي 18 بوينت. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ الاف حسب نوع الاستيل وهو دايما في راس مش السؤال راس الامتحان الورقه اللي بتتوزع اول حاجه بيقولها لك كده يوزنج ستيل 37 الاف ييلد بتاعك 2.4 والاف التم بتاعك 3.6 تمام يبقى هو بيجيبها لك معاك فين؟ هو هنا في الايه غالبا يعني معظم الشغل في الستيل 1 ده اللي بتاخده بيبقى الستيل بتاعك 37 الاف ييلد 2.4 والاف التم 3.6 الاف ييلد اللي عندي في المساله بتاعتي 37 يعني ده 2.4 تقدر تطلع الناتج وده 2.4 تقدر تطلع الناتج. بالنسبه للمومنت في اتجاه اكس الالاوبل طالع 174.62 الوحده بتاعتك وحدتها طن متر طن ولا طن سنتي؟ سنتي. ها هو انت معوض الاس واي بايه؟ يبقى انت هنا الوحده طن سنتي. المومنت ان في اتجاه واي 37.13 طن سنتي. كده انت جبت ايه؟ هو ايه هو الفاي ام ان اكس؟ ايه هو الفاي ام ان اكس اللي هو معناه ايه؟ الالاوبل في اتجاه محور والتاني في اتجاه محور واي. يبقى انا دلوقتي بقى معايا المومنت في اتجاه اكس الاساسي اصلا اللي هو الاكشوال على الالاوبل. يبقى انت بس كل اللي هتعمله خطوه مين؟ التشيك الام اكس بكام؟ ب 0.93 بس وحدتها مين؟ متر طن. متر طن. انت الوحده بتاعتك اللي هتتقسم على ال 174.62 وحدتها ايه دي؟ دي طن سنتي ودي طن متر. يبقى انت لازم تحول المتر لايه؟ يبقى لازم تضرب المومنت اللي فوق في كام؟ زائد نفس الكلام في النسبه المومنت واي 0.87 برضه هيتضرب في 100 على الرقم بتاعك هيطلع الرقم ده ب 0.766 اقل من كام؟ سيف ولا ان سيف؟ سيف. اتفضل. الترانزيت لو مديك قطعات انت بتسيبها على طول مش مره غايبه. خليني اقول لك على حاجه لو جاب لك في الامتحان خلي بالك برضه في نقطه هي اصل المساله المفروض تتكتب عشان بس تبقى فاهم ما يقولكش كلمه ديزاين بيرل المفروض يقول لك تشيك البيرل تشيك سيفتي بس ليه راس السؤال انا حبيت احطها زي ما هي عشان تبقى فاهم يوم ما يديك قطاع يبقى عايز ايه؟ تشيك. يوم ما يقول لك ديزاين يبقى مش مديك قطاع يبقى انت اللي تعمل قطاع يكون سيف. يعني المساله بتاعتك في الديزاين هي كلمه ديزاين. لو قال كلمه ديزاين يبقى انت مطالب انك تطلع المنبر بتاعك في الاخر ايه؟ سيف. يعني لو طلع عن سيف هنا لازم تقول له ايه؟ يوز اليو بي ان اللي بعده. فهو هنا علشان ما يخلكش كلمه ديزاين اللي هو ترجع لو الطبيعي المفروض ترجع تعيد تاني الحسابات فهو المفروض قال لك ايه؟ الكلمه دي كان اصلها تشيك. كلمه تشيك معناها ايه؟ انه يطلع سيف ويطلع ايه؟ فمثلا مساله لما بيديك قطاع لو واحد من اي تشيك طلع اون سيف بتقول له اون سيف وتكمل بالتشيك اللي بعده. انت كان دي معناها ان الراجل جه ديزاينر قال لك بص معلش شوف لي ده اون سيف ولا سيف. فبتقول له لا دول اون سيف خلاص خلصت انت مش مطالب تحل لي الموضوع. طيب يعني شو هو ده في كل مسائل الامتحانات ولا لازم اقرا اتاكد؟ انت لازم تقرا دايما لازم تقرا بس انا بقول لك هو غالبا توفيرا للوقت اللي بيجي لان هو تعتبر ايه؟ اعاده كل الخطوات اللي عملتها فمالهاش لازمه لو هو بيمتحنك فيه. طيب الخطوه اللي بعدها اللي هي خطوه ايه؟ اقرا كده الشيك بتاع الشير الخطوة اللي بعدها اللي هي رقم 5 تشيك بص كده عايز تتأكد إن الشير اللي هو بسميه بي الألتميت أقل من أو يساوي 0.85 من الشير الألاول اللي هو كأنك بتقول إن الأكشوال على الألاول أقل من أو يساوي 1. خلي بالك في حاجة انا دايما لما باجي تشيك في الشير مش بحتاج ان انا اعمل تشيك على الكيو اكس لانها دايما قيمه مالها صغيره. فانت دايما لما تيجي تقول ان الفي التميت هنا
اللي هو قيمة الشير الكبيرة اللي هي مين؟ اللي هي كيو واي. فانت من الاخر كأن الدي اوبتيم دي اللي هي الكيو مين؟ واي. اقل من بوينت 8.5 من في ان. لو اللي فيكم رجع شوية او فاكر الموضوع، فاكر في الرافتر مش كان في حاجة اسمها الزون بتاعة الشير؟ كان في 3 زون، فبالتالي 3 في ان فاكرين؟ بخش اشوف انا في زون كام بناء على الرموز التالية. بجيب حاجة اسمها الاتش ويب على التي ويب، وبعد كده 112 على جذر الاف اي، و 139 على جذر الاف اي. فبشوف لو الاتش ويب عندي على التي ويب طلع اقل من 112 يبقى دي اصغر زون، دي الزون الاولى. لو محصور ما بينهم ما بين الاثنين يبقى في زون كام؟ لكن لو الاتش ويب على التي ويب اكبر من اكبر رقم اللي هو 139 يبقى انت بزون 3. كل واحدة من دول ليها قيمة في ان خاصة بيها. فانت لما جيت تعوض الاتش ويب كنت قايل لنا معلش ان هي اسهل واحدة فيهم الاولانية تقريبا او حاجة زي كده. اسهل؟ لا كان في المومنت هو اللي بيبقى اسهل. في كل زون كده دي كده يعني زون واحد في المومنت اللي هو الام ان يساوي الام بي ده هنجيله في الرابط. طب الاتش ويب عندك اللي هي دايما ايه؟ مش هنا في كيرفكشر كده؟ الاتش ويب اللي هي من بعد الكيرفكشر اللي هي دايما كام؟ أربعة. دي اسمها الاتش ويب. دي كلها اسمها الاتش الكابيتال اللي هي الاتش الكاملة يعني اللي في الجدول. أربعة تيس. فلانجة من فوق وفلانجة من تحت، كيرفكشر وكيرفكشر اللي هما كام؟ أربعة تي فلانجة. يبقى دايما الاتش ويب مالها؟ باتش ناقص أربعة تي فلانجة. يبقى إذا لو جيت عوضت الاتش بقى بكام عندك؟ 14. أهي. دي كده الاتش ب 14 ودي فلانج بوينت 9 يبقى 14 ناقص كام بوينت 9؟ 4 في بوينت 9 على التي ويب اللي عندك بكام؟ بنص. الرقم الاولاني ده لما هتيجي تحسبه هيطلع معاك الرقم بيساوي 14.28. لما تيجي تقسم 112 على جذر الاف تي اللي هي ب 2 و 4 هيدي لك 74. هل انت محتاج تحسب ال 139؟ خلاص مش محتاج تحسب لانها كده تبقى اكبر من ده، وانت اصلا في زون كام؟ زون واحد. لما بتطلع تقول له اذا انت في زون واحد يبقى اذا ال في ان من قانون الزون واحد هيبقى بوينت 6 في الاريا ويب بتاعتك في الاف في. الاريا ويب بتاعتك اللي هي انهي؟ الويب عندك في الشير بيقاوم بالدبس كله. فاكرين النقطة دي؟ إن عندك الويب بيقاوم الشير كله، فبالتالي الاريا ويب دي هتبقى كام في كام؟ الاتش كلها في التي ويب اللي هي كام في كام؟ 14 في نص. في الاف يد اللي عندك ب 2.4 تطلع من هنا الشير اللي ممكن يتحمله هيطلع معاك ب 12 طن. هو ده يعني ايه كام؟ في الكيو واي اللي هو بوينت 7.4 يبقى بوينت 7.4 طن اقل من بوينت 8.5 في 12. ما هي دي الفي ان دي عايز تحطها في القانون بتاع الفي ان بتاعك 12. في الرقم ده بعد التعويض هيطلع معاك بيساوي كام؟ هيطلع معاك بيساوي 10.6. مهندس اتفضل. على قلت ان اللي بيقاوم الشير الفول ديبس بتاع الديبس صح؟ امال اللي فوق بقى احنا عملنا ليه؟ ليه خدنا الجزء بس اللي هو التي ويب؟ هو هنا الجزء بتاعك في الحاله دي بيبقى جزء كريتيكال اللي هو بيقول لك انا هنا مش هشغل معايا في الكومباكت سيكشن اللي هو الاتش ويب على التي ويب لانه الكيرفتشر جزء الكيرفتشر ده ما بيعتبرش افكتيف قوي معاك في التشيك اللي هو ايه؟ 112 و139 واللي تشيك اللي هو من الاخر الاريا ويب بتاعتك دي الجزء اللي يقدر يتحمله في الشيل لان هو جاي من فوق. رسمه الاستريس ديستريبيوشن عامله كده شيل، فهو بيقول لك وانا بحسب هنا بعمل نجلكت للجزء الصغير. لا احسبها عادي، بس انت لو جيت حسبتها هتطلع معاك مثلا في الحسبه بتاعتي نحط مش حاسبها بس هي مثلا 123. هو انت اوريدي اصلا الرقم ده اقل من ده فاكيد هيبقى اقل من ده كده. انت عرفت زون واحد على طول فاهم؟ طيب
طب ممكن بس معلش بعد ما جبنا الشوي بعد عملنا دي؟ اه بعدها عملنا ايه بقى؟ جبنا 112 على جسر الاف اي قانون ثابت عشان اعرف انا في انهي زون، وانا عندي 3 زون في الورق الجيفن، في 3 زون كل واحده منهم ليها في ان، انا كل ده عايز اجيب الفي ان، فكل واحده ليها قانون عشان اعوض في القانون لازم اعرف انا في زون كام. فبيقول لي انت في زون واحد الرقم ده بيتحقق اصغر من ده، في زون اثنين دول، يبقى انا بحسب 112 وال 139 عشان اعرف انا في زون كام. ممكن قوانين باقي الزونات ايه؟ قوانين باقي الزونات هتلاقي كل القوانين معاك كلها جبن، كل القوانين بتاع اي قانون في ان ده جبن. في اخر ملزمه اسمها الديزاين ايدز تقريبا او الفورمولا، كل القوانين الجبن اللي هتبقى معاك في ورقه الامتحان محتاجه يعني تلاقيها معاك تلاقيها في الملزمه. طيب كده سيف ولا امسك؟ سيف ميك سيف كمان. طيب الخطوه اللي بعد كده في الاخر تشيك مي ريفليكشن اللي هي رقم 6 تشيك مي الاخيره تنشوف قانون التشيك ديفليكشن بتاع سيادتك التالي، بيقول ان الدلتا اكشوال بتساوي 5 على 384 في الدبل لايف اللي ممكن يحصل عليه ديفليكشن. دبل لايف اللي ممكن يحصل، مش ده تشيك ديفليكشن؟ هو ديفليكشن مش هينزل كده يعني، هو يوم ما هينزل كده هيريح على اتجاه مين؟ مين اللي بيتحرك؟ يعني اللي بينزل معاه في اتجاه واي، يبقى انت كل اللي انت عايزه ان ده اللي لايف في اتجاه محور واي في الاس اس 4 على الاي في الاي اكس في الاي اي اكس 1/10. الاي ده ثابت ب 2100 مودلس اوف الاسيست بتاع الستيل ب 2100 طن على سنتيمتر مربع. الاي اكس ده جدا لو معاك في ورقة مين؟ في الجداول نفسها أو في الجزء اللي عندك. لسه عندك السنتي تقدر من هنا تطلع الديلتا اكشوال بتاعتك بتساوي بوينت أقل من الألاو اللي هو كام؟ اللي لسه على 300 اللي هي 500 على 300 1.6 كده سيف ولا سيف؟ هو الهرم بص كده اي اكس اللي هي عامل ايه مثلا اكس عامل كام ده مصروف في ورقه بس في نقطه ساعات هنا لو جيت بصيت مش هتلاقي اي اكس موجوده عندك، لو جيت بصيت كده مش هتلاقي الاي اكس في حاله ان هو ما جابليش قيمة الاي اكس عندي، مش مديني قطاعات الجداول ابدا ولا القطاعات. باجي على القطاع بتاع الدلتا اكشوال دي بكتب له خطواتها واقول له صح معيش تعويض رقم الاي اكس، بعمل علامه صح واقل من الالاول وخلاص، ما بحسبش الاكشوال لان انا مش معايا الانرشيا، ما برجعش اجيب الانرشيا للشكل بتاعي، ما بعملش موازي مع المنتجين. مش انت هنا هتحتاج قيمة الاي اكس عشان تطلع عندي الدلتا اكشوال؟ المفروض القطاعات الجداول، القطاعات اللي هم ثلاث كلها جبن اهي. هل هو لو جبت بصيت تديك الاي اكس لا لا واحد منهم؟ انا مش معايا جدول. ما بقول لك لو ما دخلتش الجداول وادالك القيمه دي ناقصه الاي اكس، يعني انت عطلان على الاي اكس، تعمل ايه؟ مش هتحسب انرجي. هتقول له كذا 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 صح؟ اقل من الاول بس تحسب له الاول. كل ما يتعرض الجزء بتاع الفيرنس كده القانون ده حفظه ولا؟ القانون ده حفظه. طيب في كده مسألة، خش بقى على المسألة الثانية اللي هي مسألة الرقم.